بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكيل لحد كمذة من منهاج المتعلم لأبي حمد الغزالي. وحين كسو جرى آثار حديث بطنيد كساب سنة فضلقة يقيمها علم أوليه وسوى ذاتك حديث كدع نصارى قاركوت أيها الدكو باللابي. قال عليه الصلاة والسلام: الأدب أرض، أدبك يا أدبتي أخلاق وأردل، أدبك وحال ليل هذا وطريقة التعلم والتعامل مع الناس. أدب وقابك وحلوبر تودت كان لورد نقمة أدب ليل هذا مركة بحياة تربية وتقانوية وحكره نقضى مركة أدب كل لساني قاها إصلاح اللساني والخطابي ومعرفة مواقع الكلام ومركة علوم العربية اللغة تشيده وحاد اللغة تشيده، لكن وأدب كي خلوقها سلوقها يقصب سنة التعلم، طريقة التعلم إيو طريقة التعامل مع الآخرين. يدو معلي هاي، يدو صاحبي هاي، يدو أرضي هاي، يدو أمت كرات هاي، أمت صدور رقم لهيد أدونا نفط هذا أدو عربين لهيد مركة تربية وحلورين جريبة أدب كاد اللغة. هذا حديث كنا مركا ما ننهلين. الأدب تربيض يرقنك أرض دلوي، والعلم نبات، علم قنا و مغليسان مياه، والعلم علم قنا نبات وحوي و دوق أما وحب حورنا شوبق لوي. فإن لم يكن الأرض دول هدوسن شيرين ودول لهلين وحلقوا أبو رام وحكسوا، فكيف يكون نبات النقاد يضاق سيلوه الآية. والأدب تربيضنا شجرة قيد، والعلمنا ثمر، علم ونوامره قيد. لو لم يكن شجر قيد ينقار هدوسا شرين وحبح، فكيف يكون ثمر مرسل له الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات في طلب العلم إنه الرؤية وحكية وكورية فينا وسيقة التمريض وأحاديث فكينه. لكن أسوق الشيخ زالي وميلون بوكاركي ميشون بكسوق قرني. من مات في طلب العلم ننكي كل انت أسوق علم الرادين يحرو أو أرضي وحبرنها يا فقد مات شهيدا. أسوق شهيد ودنتي من حديث أبي هريرة أيال لقوريا ابن عبد البربة في جامع كوريا يا غير كيبا. وحكوا لوريا من حديث ابن عباس مرفوعا: من جاء أجله وهو يطلب العلم لقي الله، ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة. طبراني في الأوسط غيرك بسند ضعيف. وحاكر لقوريا من أثر يحيى بن يحيى الليثي تلميذ مالك رواة الوطا كمذا أسونا، ولقور شيئا من قوله بسند صحيح لقوريا. أما لبدا حديثه من حديث أبي هريرة يا حديث كابن عباس لبدا ضعيف وي معناها مرك. لكن وحنبارسن هي احاديث كانت المامي هادو حديث كيري نينكي دنتا اويتي سو كوتيما دو اسغو علم رادين ايو ارض وحبرانيا شهيدني مو كدمانيا. حديث كانس في السنن با مراتك عاي ارض يغ بحايا وحبرني خرو انت وحبرشده كوم مقاي هي فهو في سبيل الله ومجاهد جهاد كوم مقاو ايو في سبيل الله. في سبيل الله انكم مقان هادو غيريودنا او جيدك اسغو كو دنتنا حالو يقانين النقض شهيد مرك. معنا حديثك تلمام ايوه حديثك لا كتو صحيح. وقال عليه الصلاه والسلام: من مات في طلب العلم قبل حصول المقصود نك دنتا اسغون دنتي وجدو علمي كلها ان غارين، خلق الله تعالى ملك اله ملك بو ابو ريا عالما اقوم بدن يعلم ارضي دخل كو دنتي برا علم الى يوم القيامه. نك اسغو خرو ارضي وخبرنيا ومولي علمي كقل إن شبنه مبر موسن دنتا والورد ما يستر يا قبر يا لورد ما يستر وحبر شدي سي جامعة دي سي حديث كله هاي حديث سي الله لينا معها. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد الروح دونه دون يا أن ينظر إنه إلى عتقاء الله إلى عتقاء الله من النار. إنك دون يا إنه ليس كدك سام يشوس أي قبة تضدك إلى النار تكحري فلينظر إلى المتعلمين. ها إيغو ضدك وحبرنا إيه علمك برنا إيه حرت أمر ضده. أبو الليث سمرق الدباسوس على حديثك بالسند في تنبيه الغافلين صفحة
عفوا رقم كل حبق واللحدن إياه تضرب بسند فيه مجهول رجل مجهول وكجره ونن لي محمد ربيع بكجره ابن أبي حاتم إنه لا أعرفه حديث كان ضمبار رامكيه رأي. وقال عليه الصلاة والسلام متعلم كسلان أفضل عند الله من ألف عابد. متعلم كسلان نوحبرنا يو مركا أبن دد البطنين وإسكع أجسلو أي أفضل عند الله لا أكتيس كفض البطن من ألف عابد كن عابد نك الله أبو بكر الخوارزمي كتاب اسمه مفيد العلوم أيوه كان حديثك بدون إسناد أيوه كان بدون إسناد هل كان أبونا كسو قريان أم لينا يا ابن عبد البر إيو كتاب كمفيد العلوم هي كتب تنبيه الغافلين كسمراد بآد وحقص الرأي غزالي يقوت القلوب كأبي طالب المكي أولى وذات كأسنا زايد كأها اللفظ كوكو كان لك وذات كأسخوارزمي. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم أفضل أم العابد فقال متعلم كسلان إلى آخر الحديث سيداس كوكو كان السقن هذا حديثا هلي ماها سنة كيسو. وقال عليه الصلاة والسلام قوام العالم أدون كوحو كتاغن يهي بالعالم عالم كتاغن يهي قوام العالم عالم عفوا عالم كوحو كل سنة كتاغن يهي كتاغن يهي وبالعالم نك الدين كإلهي يقان السقن صدوك لكن معنيه سمرا ملا عند أهل العلم قوام الدنيا وبأمرين بالعلم والجهاد الدنيا ذو الدين توحي كتاغن تير ومضاه ورنا واسدا أقون إيو أود إن له لو عدو قدرت كده دفاع كرتو وضنا هذا ذكو إلى شن كرتو يين هذا أقون يالتو مركز داس علماء قررين ابن تيمية ابن القيم وقبله أبو حامد باكمدة يركز هو الرجيبة هدان له لنا أقون حقا أن عدود له لين وحص عونا يبتشره لابد من كتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا قوام العلم قوام الدين بالعلم والجهاد تقدرت يتبين كل هذا ينين جهادنا علم الآن صعون مهيو علمنا جهاد الآن وحبتر ما يقود كالصوص والضادن وكتاب مبرن كرتادية معلن كباب بربا لذلك الدالي. وقال عليه الصلاة والسلام من خدم عالما سبعة أيام ننك عالم أخدميه أديقا نن شيخ يسان ننك أديقا تضبان مع الموت فقد خدم الله تعالى 7000 سنة تضوكون وصنوا إلهي أخذ ميي وأذيقي بمعنى إلهي وحرى لكي يهبوا السمية الله قبضة إلهي أذن وحوق أبهاني المخلوق وأعطاه الله تعالى بكل يوم من إلهي وحسنية مالين كستو وذاتك أخذ ميني يا أرضي شيخ إزاء ثواب 1000 شهيد كن شيء ثوابك ثواب 1000 شهيد كن شهيد ثوابك بارلسينة بمعنى أرضي وي متعلمك إن شيخ يسي معلم كيسو أدي وأخذ ميو والد علمه وإيه ومسألة الدين علومه كهالين أدي لنا إسكاله ضغن كسحابة دي السلف كيو هي ضغن كالرسول كي سحابة دي السبع لكن حديث كان أصبه مجرو. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إن إبليس قائم أمامك إبليس هرتدو التاغن يهدو وبلوتش إذا بمعنى إبليس وحاوية لجكبو انتو إيو تدقويا ويا لوك هو قلان ما يوضى خيري وناقي علم دلبك إن أطرد قاغضه والنفس عن يمينك نفط أيض حمون قتل ليسانا بنك بمدك بكاتا قنتا والهوى نفط وحي ربتو حمان هانا عن يسارك بدحب كاتا قنيا والدنيا خلفك الدنيا قدال بكاتجوك تأيضا واردك هيسا والأعضاء عن حواليك حبنا هادنا هريريه كاتا قنيا عنده حمان تينا يركان بالربان دقوهنا وحن الله بها دقيستان بيدونيان أفكو يعربك وحن بنانا إنا يكوها الله بيرادنيان والجبار اللوينانا فوقك الدش هذا التاجين يا إلهي بكاس الرئية فإبليس يدعوك إلى المعصية إبليس حكوية يا إلهي العاصدة والهوى نفط وحي الربت الشيطان وتعالي هنا يدعوك وحكولية كوية يا إلى الشهوات وحيابا نفط كهشه حرام بأ الله كرجو أما بردودا كلامها النقض والدنيا تدعوك الدنيا وحكوية إلى اختياري أنا كدورته على آخرة آخرة كدورته ولا عضاء حبنهنا تدعوك إلى المعصية إنه معصية سيجعله هنا يوحن وحبك ترين والجبار ألا وين يدعوك إلى الجنة والمغفرة ألا نحكو يريا جنة يدم بداف ولا يعلم ما ولا يعلم مكر هؤلاء أنت الله سو شيء إبليس ينف يهو يدنيا هؤلاء هذا نبغى نقرته هذا الأغان مايو ولا يؤمن من شر شر كذا لجمع جنجالي مايو
ولا يتوصل لما نجار إلى المغفرة الدنب دافك عليه والجنة جنة ذاسي إلا بالعلم أقال يا قون بي وحاسو دبا يا محتركا يا الرفاضة يا عدا وضد الضاثان وحاد كقم من قلي كابت بادين كروينا الدين كذا أقون ويالته وقتنا كب حصود براته. اللهم ارزقنا العلم المنجي من وسوسة هؤلاء. شيخ ساس وقد دعي أبو حامد وعلى إله نقب إله نقول رزاق علم نقبت بادي ونقب كورية وحيابها أعداد الله صوشة وسواس كذا شددوا ذا والوصول إلى الجنة جنة قنا الله نقول رزاق يا والمغفرة الدم داف إنك أنت الجواد الكريم الله وضعهم بادق بدن أو حقنا قعان فوراً. وعن يحيى بن معاذ رضي الله تعالى عنه العلم دليل العمل علمه وتصيه عملك أما وهجامه عملك عملك هجام وباني هاي عملا علم لهين ما أصح أثر كان وثابت عن فضي بن عياد عند البيهقي في شعب الإيمان إن لكن يحيى بن معاذ الوتيريو مهل دم له. العلم ودليل العمل علمه وهجامه يهجه عملك نين عن علم لهين وحما إلهي ما عبود كره عمل في عنه صالحا لما إيمان كره والفهم فهم كي يدكتنا وعاء العلم وعلم قويل كيس علم قاد برتد وضغط كل بحزة وإن أدق لي هذا هي فهم الله هذا هي وحي لغوشه أما آد مقشه أما ددالي عربتك وبحشان أما أرضي هذا كفا إذا استأذ وإلين كرتو القبان كرتو الفهم ولا هذا هي والعقل قرات كنا يقرشدنا قائد الخير خير كي يكوه قامية والهوى نفط وحي ربطنا مركب الذنوب ودنوبت قاديد كودي فرضها إيا بغله ذنوبت فولان بواها وذا مركب نفط وحي ربط وين لور استاقه وحي مركب أن خير هاي والمال هنتدي الدنيا دونا رداء المتكبر نكوه إسلوه إلى إسغط قادة قوه دوه الدنيا كبير بكو كانت مال كبير بكو دحلسية هذا ربك أبد بادنين كلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى والدنيا الدنيا صوما أنت جوكتو سوق الآخرة آخرة سوق يدوي كأديجو هسلقنن الدنيا دوا سوق فرن والباب هذا الله فري كشقيسو سوق مكات تمحات كقبستا يحكو أنفعي وحدن تهذا كقنستا إسكو مسؤولو جيزيد الدنيا أنت جوكتو مركا كشقيسو عمل صالح الله يمو علم نافع عبرو دذال والدنيا سوق الآخرة جماعة من السلف أورنجري عطاء من يسار بكم إذا كمان قصان كم مرة موطى ومالي مالي بوح سوق على مساد كوع أركانين في دي ستة جنو ربعين وح مساد كوع كوئي بيو مركز وريا هذا محدوني زا قليها من هذا حتى وذا دام وحقف صحنا يا فول عري إن هذا سوق الآخرة فذهب إلى سوق الدنيا مسادكم وسوق الآخرة وإيه أما وح كبر أما كل عباد زادات وح كلا ربطه سوق الدنيا ذات أحمد في الزهد بكور يا أبو داود في الزهد طيب عليك بسوق الدنيا إنما هو سوق الآخرة بركة وحاوي سيده قال حسن البصري سوقنا وحوي رحمه الله تعالى لولا الأبدال لخصفت الأرض ومن فيها لولا الأبدال هدان أبدال جرين أبدال واكو بدلا أنبياء أنبياء كبدلا أنبياء وحي أمده وهي أقبطة دينك أمده إلالية توسية رغم كود الدفاع خير كأهر سيدة حما كعلالية أن حريستو أضن قضى يا أبدال ليلة هذا جماعة من السلف هذا الكوذو كوي مادة أبدال شو كوي مادة حديثي أن صغنين وضعيفه أحمد غير كوري أنه كوي مادين وصد وعلى الشيغة حديثك علي أفرت النواش الله الشيغة شام بيكوب بدأيهم بالله الشيغة وحديثه كوا صحيح مجل لم يصح في الأبدال حديث لكن ومأثور عن السلف أحاديث دورا ويكوت مد وحان الله قوذا الأبدال ومحي ومن يقوم مقام الأنبياء من يقوم مقام الأنبياء حلك استيجو جوغان بوشو الإسلام من تمية يلي من بداية الدنيا إلى قيام الساعة اللوائم هاي لا تزال طائفة من أمة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية يعلم ذلك هم الأبدال أصحاب الحديث هم الأبدال نوال بو خير كأمد أمة له دين كيدية دنت يدنو إلى ليه تيسا دي بقول لغو طوضة هرمارية ومدان هرجوهوة دين كودان إلالية أيا يا بدل عن الأنبياء والرسل الأبدال ساسا لغوة وذا دم يالس كفر ديو ورديو أيو نفط وذو كليا كفر الله أبدال ماء
مرك أبدالي أوتادي النجبي النقبي أقطاب أفره وحيابا الله ترترياي وذا دهن سبواك دم بشك شيئان وواك دم من الشرك الله قلي كوا شغلكم مليهن كوا أيوه بريبا كنا وهم براءوا منا لكن وحا اللوجد وحوي الأبدال وعلومة عاملين تا بدل ككاء علومة وناكسنا يا أنبياء يصول حدا خير كان أمد أور سيدة هدي لها القلب أمد أوه قانوءه هدي دين لبر أمد هرتاقن هدي فتنة اللي هرتاق أمد الدين تيتاتك مسؤول ككاء إلى هنا ودورتي بأبداش اللوجد أصحاب الحديث أهل العلم أنا كوكا عند أهل العلم ويحكي الله وأسكم حابسي ولولا الأبدال هدي سجن تتكاسي بدل علماء يا أنبياء بدل لخصفت الأرض لك لقوين لها ومن فيها يا واحد حجوجا بقى معايا لا يدي إيجا لو يدتك في شرق بقى كبضانية هدي شرق بطانة ولا سرقية ولولا الصالحون أنت وناك سنة دي سنجري لهين لهلك الطالحون كوحم وهلك سمي لهين نعم إذا كثر الخبث وكي نبي عليه الصلاة حديثكم مسلمة في الصحيح ولولا العلماء علماء هديس انجيل هين كلهم هي علم قوضانا لصار الناس آدم ورموح نقول لها كلهم رمانتو تكلبها إيمي حيوان هي مجاهدين بالا نقول لها ورمبو مقدمة قصر الشيخ ميزادة هي خاصية آدم وكقدم هي حيوان كلواء العلم حيوان انت كلواء نسكشبهنا وحول بوا نسكشبهنا عن كاهين علم يلا واحق ديسا هدي علم مكلواء ضميرهم فوفي بان نقولين سيدي دارين أوليهين شهوة أوليهين وعب صدام وحوعنان إسكم مدبانا صدرت قال الله مركي علم اللي قوى هي عمل صالحة هي إيمان إلى حكوش بها وكسوة قاضي هنا يعني عامهين بل وكدرين بل هم أضلوا سبيلا مركا ولولا العلماء ولصار الناس كلهم كالبهاي أثر كمركا حسن لوتيريو في المجالس الوعدية وكشي وذات كشمس الدين الشافعي أها صوى سيدا كدير وحكود دري ولولا السلطان لأكل الناس بعضهم بعضا ولولا الحمقى لخربت الأرض هذه الدولة دي مام اللوايانا والله يسعون لها كو هذا إن دقمية ضبالة شرين أدونك بوهرب من لها هذا دقمة اللو باية ضبالة يدك عرمة سواعية اللو باية بحاجة إليه الشقوية أدو على قمان كريم بيقمان هيان ما أنت رب هول ودي أكد دالي أدو أتكفى إذي الزري يحيى من الليث يحيى من يحيى الليث بقى الله شيء أثر كان مكاس وحول أنو صورن مهاي ولولا الحلماء حلماء ش حمقى اللي يجي تدخل طلقات كبدين الجكسد هادي أدونك اللي جوا أيو أدونك ورغم الله ما نبدلها يا أبو حمقى إرجع سير قال في سنبو يردي ذا الملايني ترجمة ذي في ترتيب المدارك بوصيدة كويلة يحيى من يحيى الليث الأندلسي ولولا الحمقى لخربت الأرض ولولا الريح لأنتنا ما بين السماء والأرض ضبيل إي هدي سنشرين إي ليدنا لوكو دمبا أوري لها وسخ نقول لها أثر صاودر وحسن البسر اللوتيري قيبا كميدا ولقور يا لكن سوف يقول لما يسترن مهل وقال عمر رضي الله تعالى عنه إذا وحاصرا مسألة العلم بأثر والباب كل حجرته وفضي سقوط سيسة لا يصلح العقل قرادي يا قرشي عقل بن محمد ومرص بغير ورع عن حال ميرد لهي عاقل عن حارانت اسكد دورين عن حماها كسر ريغنين عقل يس محمد ولا الفض قبنما يا ديرادنا محمد بغير علم هبل وان قيبا لك وجاهل لو كاتهايا ما حد شك هبل وان قيبا وانا فعل لكن واقون دريا محمد شيغن بالغدي حقي فضي يا لمر بادو جاهليه فضي يقبلني وحاق بلؤ وناجية علمي عقلنا وحاق احترى إن سرقة تدحشوته وما أدفك إلى لسو قال عليه الصلاة والسلام العافية في الدنيا بالعلم والعبادة والرزق من الحلال والصبر على الشدة والشكر على النعمة أثر كان يصوى مرفوعة يا ابن عباس لقوري حديث كان الديلمي في الفردوس بكوري ابن أبي الدنيا وحوري معنه سي نحو وحوري في الورع في كتاب الورع بكوري رقم أفرطني اللح من حديث سعيد المصيب مرسلا عن رسول الله لكن وكان لفظ الدوية هاي عافية لكن إن ليس أمري ونبي الله كبر يشري وأذيرك عباس يدا رسولك الله بربر الدعان كنت عايزته يا عم الرسول الله وحات رضا إسأل الله العافية إلهي إنه كدبنا بدقل يا آخرية الدنب ويديسو
وادم بدنا قصة النبي الله دعاء كدعاء استئبر يا عم الرسول الله اسأل الله العافية في الدنيا والآخرة إلهي وديسو مركا نبي قلنا أذكر صح المصاب كنت درجة واتقرنا يسأل اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي واتقرنا يسأل الله دهريت مركا العافية وحولك من مشهر وابد قبد أتكبد باد حمان أتكبد باد النار أتكبد باد وضحن وحول بو آدمها بئية أو هلي أما خرب أما دباتي وآفاتك الدنيا يقوى آخراء إنه ربك هابد بادي عافية الليلة وحقق يبدأ المجر هذا إن أتبت قبطئي أدو هالهيلين إن أتقولي ستو السلامة لا يعادلها لها شيء العافية في الدنيا والآخرة بد قبيد يا عافيماتك الدنيا وحكوي ما دائي آخربا بالعلم أقال دينك الله يشو والعبادة تألو العابده والرزق من الحلال حلاش الله قوته والصبر على الشدة لباطده الله ضل قاطه الله صبره والشكر على النعمة قلد إله يا نعمينك ولا شكري ولا غما أنقه مركم بدا سمر المالها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لإبليس وحكيري عليه ما يستحق وحي مضناها قد عيه إبليس إلهي وحي كم مضي وعذابه يلا عند يفيجنها قد عذيه من عداوك نبي كويري عدو ذواكما إبليس يا عدو كوء قال عليه اللعنة وحول أنت يا محمد محمد عدو وأذال بركوة وحاكروا عدوية والعالم العامل بالعلم يا إنك أقونت لكردق ما أقونت سي دين تسكردق ما يو حامل القرآن إن عامل بما فيه إنك قرآنك يقانها ضو كردق ما وحى قرآنك كجرة أدوى عالم إن الحاملك قول الله شغوا للاهتمام والاعتناء لكن حاملك هو علم ذو كتر سيهاي لكن قولوا وحى الله ساري إن لو إليه إلا ذكو حبو ديري هاي حديث قاسنا ما نهلين قيل وحال ليدي العلم ينفع علمك وحبو ترى سيسو علم باس مكينو بلا يمكينو وانقو رنصوم مر علمك ما أهم مذموم لذاته تقرأ نصون لي لباتك لنبا لحيد سطيب وكحو ماذا العلم ينفع علم وحبو ترى ولو مع الكلب العقوري اي قبقنا قويسك تطعن كبا الله كردقي علم ميشو قالوا وحبوك وناك بوك موجيا شرف بوك هنا أضو حيواناتك أولي تهداد عالم نقوته درجة ذكر بيوك عيسى واتباسيسا وللخاصة المشابهة بالعلم أو المشابهة بالعلم حالة دقوني دي شبه العلم قال لقو شبه درتيت أي الروعي الإلالي والحرمية الكلب المعلم للسيد أي قال العربية لتهبري إن لقو قرصده أي قو وحوش ليه هاي خاسيو يهولوا جونو بن آدم هو يرأوا وحبوا برتا وحبا الله بركرا وقبنا يا وحي الله برينا ونفلنا يا وقرق ميا عامل بعلمه بالنقرية ما داموا أنت أولي يا حيوان كان ولا ديري هاي أيا لو تحجليه يو ليدي أيجا أضو حبرتين كو قار صدا حولها كو قبرارتا وقارنا كو قبر صدا حرم الجوري أنا مركال نسيي أنت أنا وحكوها لي علمي بكهلي وللخاصة وللخصلة الخاصة حالة أقولها درت المشابهة لؤكيسي بالعلم لؤكيسي أي الروعي الكلب المعلم للسيد لورد ورئينه لقوه قرصته قولينه كما أيه كليه حيوانك وحلا برو دم بالقوه أرسنكر لكن أيه وحوها من أخص الحيوانات بالغترية أدب اللولي ده ودب اللي ده ذا يذهب البحر لاعد صدي سيد أي مساعد قلبا الأولى ياهو وحبان بيس مالد بشيء ودوك تيس بارك زيلو النعب شير عدونا ميلادك بكي استكتي تطبقر هل نقالي ويلكو قالو بالك سداس أها مركو أقوية شو العربية ومعالي النقضي حالي اللغو وارسدو نفهم ماشو كقبت لنقم هاي واردو كوقبتي وحاوي يهدو عناها كالقوي يهدو لقتة شبي يهدو أفكي سير نرير كيسو قداد يلا ارتاوان ماي وهذا صوغ نولو تقتنوا وادون قورعان دي كلا وحوي وحب دق ميسد عر الله مرن ماي بنان كأذو شو هذا لكن كتابته ولا ركز فوق جار ولا شيء قانا مشو قنا في قبطة إيه مشو وحاصل اللود وان ماي وطاهر بالغص وقاضي وحنو حكوه لي وحنو حكوه ليين علمي هو كهلي طيب اللهم ما دوينا لا حوله دي كذا وان جسمه إيه هذا وحول الله عن ماي أسوق
وقال أبو بكر الرازي وحيلي أبو بكر الجساس بمقع عاني نقطة تنبا كجرته مثلا في رمضان باكجرته نقطة وحير قرصوني حقنا اللطيف قال لي هذا في شرف العلم وأهله وهي أي جا فصحيد الله فصحي إن لقوه قارص صدو صو حيوانات كأوليتة وحكجرة مثلا اللي برسون وقرصون إن لقوه برر غاي مهم تاعي وهي وحاوي أنه ليس في الدنيا والآخرة آخرية أدون بمتشو الشرفاء من المؤمن آخرية أدون بمؤمن كوحك الشرف بدن متشرو مخلوقات كان إلهي أبو ري وليس من المخلوقات شيء أخساء من الكلب وحي أبو ربي أبو رينا وحك اللي تو كبعا متشرو من الكلب بعد الخنزير إيجا مرك الضفار لقى صوته ضفار يا اللي تا قل أي بالي تدين قل لهم حالي تدين ضفارك يا سيدا نصوص تلمام يسو أي قليت حق النجاسة حق النجاسة ضفارك أي قليت حق الديوس نمدنا ضفارك قليت ينع في الضرر ذا سيكلي بعي لي دوفاركو ايغا لو قياس قاتام ويين اسو ميل لي تدوبا جير لا دقيل دوفار لما هي كتاب القران كنا ما شيغين سنه ما ايسن شيغين علماء المسلمين ترى ما ايسن كو اجماعين لكن اي با لو قياس قاتا احاديث وحي تلمانتي دوفاركو انه نجاس ياي هليب كيسي ايو قران كنا تلمامي ادغرنيسا ولشي إنه حاران يعني حكمها لين نجاسة إن كان الله يا مركا نجاسة دي سأيجوا بالوقت قياس قاتا إيجا الوقت قياس قاتا كتابكم مش شيءين سنادكم مش شيء إجماعكم إيمانين حديث كابي ثعلبة الخشني عدي بن حاتم إيوه إن لا نقه ولش اللي هو كريه وحوارنا عاس ونجاسة هلك ولا قفا نكره لكن تطبق كورسيد إيجوا كلا وقياس على الكلب وقياس على الكلب مرك لكن سكله أقول لي تاه حيوانك أقول ديوسيان دسوزان أقول فعل حن أقول خريبا أقول وسخ تعل أقول نجاسة تعل ويأدونك صادرت الرأي ربنا قال بدك عطانك يا أفريقانك هنا بنادك لو أقول لي تان دياثا ذا كبرا قوم اللوط كي يخنس نمدن يبقتي أنا حشود الله أنتني قبرها أنا يهوان كان أفوبين حتى والدك والله ديرين إن فعل لاين حيك كان خنزير كعوني يبقى كيري حاسوي وحق آفيني وحق عرفته أما أبعنته وقصاميني نيفك قيل أما أنت قيت كصوعون عانيسة لقدر يمي داود أما أنت عنته ويكام وقانيس عنته دكو قصو نغنقطي إن بضان مدود دانا واقد مرقان يضبع بيكون نغن شرك هذا ويكام وقطبع هذا ويبدليسة صادرت يدك ربير الليلة إما سجدا يبيها إسكع عنا يكوه البها عنا ويكل دوين خميج الجيل يهرب يوحى عنا بهلا يجيهنا وضيع كل حناقان بلايوي شباب اللي بيحكوا عنا يوي قليها ريد حيت كان ما كل لذان بق يبير الليل بيأذى كنا شاي واحد عالفن يسلعونه يسبات وقصامينية حيوانك وغارسيد حولها اللاية دواقي عدود اللاية متكال اللاية اللي عونا يسكو طبعي ما هذا ركتي ويكال الدوين بل كالدوفار قويح الله حرمي كتب قوني الله قرية قالي دبا اعترافتي واصون النجاسة قرب نجاسة وي ماشو سوق له آفو وكو بابين يريرو دل الدنيون دكورن بودمانية ثم إن الله تعالى أباح أنت أيده سيدة طايو حيوانك نوله أوقو قيمة بضنا روح مؤمن كيون نقضي نوله اللي تين وحون غو الضفار أي أي نوع عصاها أي اللي تين أي أمرك علمي شيء ليري أدونك كي أفضل بضنا وقيم بضنا يخش قيسو أدكسو حمانتي سنة حلق مصر قادم ثم إن الله تعالى أباح وحبنا سيد الكلب أي وادي سي اللي قوار سنة وابنا الذي هو أخص المخلوقات وأها مخلوقات كمتك أبا أنا أقول لي لهذا المؤمن هو أشرف المخلوقات مؤمن كي أفر شرف بنا الذي هو أشرف المخلوقات بلو بني كما قال الله تعالى
وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم يو سيد ما علمتم وحال يدين بني أو إلى يدين بني طيباتك وحان ربي ذنك حرمين حلاشة إياباتك يضلق بحيب ربي ذين بني يو ما علمتم يو سيد ما علمتم من الجوارح جمع جارح جارح مركة وحيابها صور شقينا ولا يا ذا وحيابها وحدها وعيق قفرارنا ولا يا ذا لبضوا مركة جارح مرة كاسب يا عامل بنغضا في لغة العرب منه وحن نغضا داوعة وحدها وعاء دمرة يو سيد ما علمتم من الجوارح مكلبين إذنكو عربين أما تربيين يا مما علمكم تعلمون النبره مما علمكم الله إذن أي وحلا براي وحلا يدي تربي إسنا كوشا قيست أو كوغار صدا أو وحي سوق برارا سوق بطا نوائد حلال إذا فضل العلم كاسا كوغو في الأنوي. فلما كان من فضل العلم في الكلب ما يرفع من قدره حيث يباح صيده للمؤمن الشريف فكيف إذا وجد شرف العلم من هذا المؤمن وحور شيخه. فلما كان مركو هذا من فضل العلم علم ميقان كيسي شرفتيس في الكلب ايجا كتشري ما يرفع من قدره قدر كيس كورو سوق هذا شرفتيس مقع كورو سوق هذا لقاه لي حيث يباح صيده للمؤمن الشريف مركي اللوب بنيي إنه وادي سيمو من كشريف كبر اللوب بنيي وحو سوق سوق بطي فكيف محاد مدابر حالك سيان نقونيا إذا وجد هدي اللي هلو شرف العلم من هذا المؤمن هو من كأشرف كأها الشريف كان من حيث الأصالة هدي علم وقدر صدوه محاد مودة علم قبله وناتشي أي خصيص كأي دنيا الليتي فلا يعرف أحد آدم قرن ما يقدره قدر شرف المؤمن العالم إلا الله سبحانه وتعالى مؤمن كعالم كدين تيقان شرف سيما قان كيسا اللوينه أبو رئيم باد قرن كرا. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه الناس كلهم مرضى تذكر لما أنت وابكان إلا العلماء علماء المؤيين فهم أطباء أيها الخاتير تأه ومن أراد الصحة عافماذي فيوبنك الدورية فليقرب منهم أما فليقرب منهم أود وهذا علماء يسكر ديران جماعة من السلف ينتم قالي ما دين يجد هذا الماشي يا جوغ الشيخ علمك عباد بجوكتي عامال إذا عدنا الماشي ملا جوغ كرمة تجب الهجرة منها بلد أن فقيه يا عالم جوغن مسائل كي نوزج اللولي ما يده أو مدى الدين كي تغرد وروه إلى عليا إلا كي هجرة واجبة إلى عليا هذا ما يلعن نختار جوغن ونسبتال لهين مجوغ كرتا مركا تشركي ني نولي عافمات كي نوانا نختار بها شان صوبة دين تين أو علم علم الأديان وإن الله يهلا خاطر الله يهلا هذه علم الأبدان صحة الأبدان لور رادنا يا أطباء يا مستشفيات يا سيدليات لور رادنا يا علوم الأديان أيا وحول بكدر يا صحة الأديان فإن النظر إليهم علوم الله إنها لقى قاضوا عبادة وعبادة والمشي معهم إلى الصعود أو لقرب صدون لقى ديراننا عز شرفوي والأكل معهم إلا لعنتي راشين كلا لعننا شفاء وبدأوا صني علف ونكسوا فإنهم قوم وقل لا يشقى وصن أيان الرئيس جليسهم أبدا إنك لفظ ديانا ما أيان الرئيستو يعني من نقض إن خير لاوا وحلا أنا من نقض من خسارة حمبات كفا إيدي فإذا حمبات كفا إذا خير فمن حفظهم نيك علماء الى ليو دوره حفظ اسون الدين كيسبا لو دوري اخرديس ومن ضيعهم نيك علماء بيلهي كتو كفغدو نعانا قسم قورتا لغا جبنيه ولا هلاقيا وكم قسمنا من قريه وما قرن نساء ودادو حيدا صدح اغمدود وعباده علماء السلف صدح ان لا فيريو النظره اليهم وعباد الكعبه والوالد والمصحف الشريف كتاب القرآن كله في رواة عباده تأدي الليلة ذا أيضا أدي الليلة ذا كتاب القرآن قد إيش ساقو في رسول قد إيكتو وعباده بيت الله الحرام كعبد الله إيقنا وعباده إلى هذين والد كوتش كيسو الله في رواة إلنا حريص لغو في رواة وعباده النظر إلى ثلاث عبادة النظر إلى الوالد وإلى المصحف الشريف والكعبة المشرفة على الشيخة المهم
هولها صدى وحوي حلقة وضا علوم ذا يعلم جه كأك فجانين قيل وحالي مثل العالم نك عالم كوح تساريس وحوي وحو تسا وحو لمديا كمثل العطاري نين برفوني يدقون إيبي عذر ومحاجر سيع عالم يلسكوم تلي عذر لي وحال سكوم تلي إذا أعطيت بالطيب هذي عذر كل غصيو فبها يعني هو يكون طيوي من عذر أو عذر كي تسوق يستأجر عذر قصيو وحكام مغن مجر واثمرين أو واحد دون يسيب وإلا هذو قصيو عطار كذو دوات وحبات كهل ويدو يصل إليك وحك سوق جاري رائحة طيبة عرف أدقون بتهليسة ما العذر اللي قصو شبه يا من لوي بنيو أنا عذر كه شيء أنا تنك حيو سنك هذا يرى راح يستوى حد حي مجر نك عالم كذا وعلم كفى إذا استوى ولا دغى قصهايو إنه مركا فأنت درس كيس وحكه الله بلا مدوي هو خسارة ما يسوي إن علمي وين كقاطه وذاك عالم نقطه ين مركا مسألة كقولت أنا دلقى فتشي وحد حي مجر وكذلك العالم إن أفاد الناس من علمه فبها عالمكم واسطه كلو ضدك هذا علم جيس وحوق فائديه فبها هو كتران تاي حالات وصاص يكون تاي وحنا قام مغن متجره وإلا تصل إليهم بركته تصل إليهم حجاريسة إلى الناس بركة بركة العالم نك عالمك وهش جيسة أكتو جيسة أسجد رقن جيسي هدي جيسة الغضة ينايا سمت جيسة وحوينة والدكم مركو هذا وياه سون واحد من كوترينين بحتوجا والويش والسكوا إيمان وحب واتير ننوي ما لكم مشا كبحو ليركبوا الدمعية نك عالم كنا واسد السكر وذا ده هذا أتوقع سنت عارسنا إنسان ما لك يدون كرافة واحد من بدريم الدون تان علم جسي سوق قيمي شرف أولى هاي والعلم الرحيم بين أهل بلاد هذا حياه بدن وخلافيات وإذن دحينين كأرض جا نك عالم كا إن واحد بدن حيرسال الدوني وحي خلاف أقبلها دين قال لما قال سنين بنو كارلين وحيدا ودادوه علم والرحيم بين أهله العلم الرحيم بين أهله وهلب أدحي علمته علم يقانان باعسكو حرايو والرحيم يهلب أدحي واحد وحقال وطل طلب محالك الربا إنو اسكو دنقض اسو تكسدو حرتو سدو كان لقد دوني دي دست لو دادا قيسانيو هدي مجلس لقوي ما ديو إن لسو طورو لسو نحاريستو عيبها الله سوء أسطره ولا الروح أتكد قطه لقاده وحنا وأعداء نور بنك لو قاضي فيلاش الإزجويني نسأل الله السلامة وقيل وحالي لمثل العالم كشجرة مثمرة عالم كتساريس واسد جيد مرله كلما حركتها مر بجير جيد كأضرح وضقاجسه انتفعت بثماره وحط نفسه كنتفاع منه هذه صوت ذاتي وإن لم تحرك هذا الرقاشنين لم يسقط عليك يسقط عليك منها شيء وحبك أقصد دعماي جيد مرلي هذا الروحين حبك أقصد دعماي علماء دون علمك هذا دون كفاء ديسن أو دون كطل بنين أو دون هذا كعطن أو دون ويدينين وحوي وحبك كهل ما يسد إذا أدبت وحلو ويدين لها يقال بعلماء لو كفاء ديسن لها أنا لبضى باب يصوص عطوش وقال دونها إذن وسداس وي وقيل مثل العالم كالنحلة عالم كمثال كيس واسد الشنيد وكذا كالنحلة شنيد عالم كل مدياي شنيد ملب كذا ليس سوما قرنيسا يخرج من بطنها بير كذا وحاق صوبعة شفاء للناس ضدك واحد دواوة أو ملب أو شفاء بير كذا قصوبعة ما يدا سوق هذا ما حق الضم بيكاد يقدا ما كادي ذي ذي با ما متق ذي با وحاصل هو الغور يرى لكن وحيده سوق رابطي عن رفت هذا إسكدرتي يملفها كسم إيسا تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير هذا ربطه شندا ملف كذا وضعاه كرته وحدي ذا قيء الزنابير زنابير وجمع الزنبور زنبور كنا بالكن دوك اتلادان جيلا سايره امتحان كسمه يدار كاسا زنبور كلا يدار شنو مركا فرت مركا دوك بي وقتاي اما بالعد بالعد كو كدوان لكن شنو وحي وقتاي
بالك دوق لي أذو وقتها سكا كير وين زما مسيدا كوي سكا كير أوي تقول هذا مجاج النحل حديث تقول هذا مجاج النحل كاني و شندي عن رفتي دي تحليش دي طفتي دي وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير هذا ضرب حديث كرتا وحن ومطقي لوكا لوكا مطقي مركر المحل هي وطفتي تحليش شندي ويكلم معايين مدحا وذما وما جاوزت وصفهما أمان يا عيبا ما لنقافين بوري كنا واضي كرتا و ومتقي لوغا حق نواضيه كرتا وطفي تحليشي شنذا والحق قد يعتريه سوء تعبير شيء حق الدون يسوى ناكسنا وحلقا يا با ورأي إري آن وناكنا كل شيء يكتو الله وحو ناكسن دون يا مال حقيقي هو يدا مرمان طايا وكلاو دو يدوي أفو قلو فننك هو يدا محاملا عدنا تصوما ولا شعور بيله ده هاي وحماله ده هاي بعد أنت ما ليس با هدي لو داكور وليس ديري أفكر كربا الورد فما ديك الكلام لقاعد ده لا بد شيء هذا واسك معنا لا بد أشيء ده واسك مد لكن منا شرق روحسن باللوج ليه منا كاكي باللوحرة مركز اسكي الى هي حق مكات شيغيسا اسلوب وناكسو كوشيغا ان شاء الله وهو العسل وملبك واحد سافد يعني ددك داوود وملبك يسميسو فكذلك العالم يخرج حكسو بخي من افواه يخرج حكسو بها فكذلك العالم عالم كوسدو كل يخرج من افواه العلماء شفاء للعصان افكود وحكي يماده وعلمغودا واحد داوود ددك الى هي عاسيه شفاء للعصاه لزوم العلم لزوم العمل بالعلم باب كان اس كذا ما نعاود او نسكو صور رفضنا لزوم العمل بالعلم ان لازم تاي ان علمي لو دقمه او اجيدد اي تاي اسا ان لو دقمه او غبد او دنبسيه سيف عن بو يلي وحا علمي فدق بدن اي قيمه بدن لو برانيو اجيددي سو ان لو دقمه الهي لغا عبسدو وقال عبد الله بن عمر سفيان الثوري بن أثر كان عن كيهي محفوظ عنه سفيان الثوري وفضي بن عياد العالم طبيب الدين نك عالمك والدين تأخطر كيهي والدرهم الدنيا اللوجدة الدرهم كفضل بسميه الدنيا لقودة والدرهم الدنيا دونه داؤه هو عذرك الدين نبقى ينوشك عليه الصلاة والسلام أمضى ورب فتنة إليه ذا هي أمضى إذا فتنة قدرنا ومالك يا الدنيا ذا فإذا كان العالم الطبيب هدو يا عالم كي نختار كها يجر متشيدنا يا أداء عذرك سوجد إلى نفسي وسوجد يا فكيف يداوي غيره سيعدك لو أداوين هدو يعني عالم كي بهدو يعني الدنيا ذا قم من وأدوية كد دالها هي وهذه كأدوية شعل ومصيبه رابعة العدوية البصرية هي مال هو عابد عابدته عالمته وحي أدق بضم الله تعالى أيها هاي مركز سفيان الثوري جماعة من أهل الخير وأهل الحديث هو اللي أهل الزود والتنصق يا صوب على مال مال ما كمل عبار بمرك مجلس كذي شو جيد قري جيدي مالك ودم بمرك دقيس نيس ويتقين أرض جيدي وها أدون كذوها حاجب وها خادم كي يحكو تري وذا دهس ما لم تم يسوي قصون نقن هذي ما دان الباب كه كفر حاجة لا اللي دوا اللي سوي دي وحاجة تري أنت يفديين وحي ربي كشي كزني ين علوم تي روايات كي حديث إن بضن الدنيا كه اللهين ومن أحب شيئا أكثر من ذكره نك وحاجة علا شيك شيك قصوب بضياه قل يا هاسي قلبي غودا الدنيا كوين بيجري احد الدنيا قلبي سكو انتهينا ومضمه قامن كري اسن افين انيغا بول كي ما يمن كرا ثوري تيبو كه الله يا ثوري تيبو كه الله يا
فإذا كان عليم العالم الطبيب عالمك دخترك يجر هدوس جيدنا يأداء عذرك الدنيا إلى نفسه بقى. فكيف يداوي غيره سيغ عدك لو داوينا إياه. قيل وحال مرك وحال دون إنك عالمك نبي محمد عليه الصلاة والسلام زهدك يا الدنيا اللي قفق هذا ما لي وللدنيا ما أنا إلا كراكب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وحول بو ينوشك رقم بو ينوكو تصي تصالوا نوؤها وحول بو وناقه تصالوا نبقوها أفي أدن بكسميني نينك عالم كنساسا لك الدونية من أمضى الدنيا ذا كفقاشي هذا إسك إرالين تيدا آخر أجيتسي كذا لم بركو نقضو. قيل وحال لا يجري وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريضه. أثر كاني وحي بيت كاني وحاس كله إن اللي نجى أبي عثمان الحيري أبي عثمان الحيري والزاهد عابدها عرمة قرن الصدحات لو بقول سيدتنا لو بقول طي أي إسكالها مجلس وعذيب ولا هانشري لنا ذوق البطن وحافظه ومحدثه والزاهد وعالمه جوب مركب فريستو أسبوع إلا بقول مدة كواني ولا هانشري وهذا السكوي ما دول صوت ما ديو وسهرته مالي بصوف فريست مجلس كي كرسي مرك الله دعو كفر يستوي يشق وحب لا ينو جرسبة وفرصته هذا الكبار كحد ماي تذكر سيوس جاهيين فديين مك يدالين بان بالله أي صاحب أبو العباس لورن جري وريا أبو عثمان هدو أم مسكاد وارد يا راضي إن بدن بان هوجاني إن أدنى هل دوي ذي واسدين مركاسو بيت كان ويجري وغيره تقيين يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض. لما بمرك قدم بالقاطي واقدم بقبي دير كتشيحي وميمية وبدلي ولين قم من لامية كقرب تشيحين مرك إذن شو خلد يرو قلي يا أما نفتي سوء قيمة يجيب حوار كبير نصر ما أنتم مناسب بآهين وها الله وسكا أمس وحان وصدي وغير تقي محادي قسو إزام برو أمس كقلي وغير التقي من الإله كعب سنة ينبا يأمر الناس بالتقى ضدك فرها إلهنا كعب صدان أنا قال ذهور تاجم بولي يا الله كعب صدان اللي بار ربي بكعب صدان معايد إيش قال معايد وانيا طبيب ونختار يداوي الناس ضدك داويني وهو مريض ونختار ضد بان داوي لا أصور حنون كقبة كسر بان كادوين أذاب الله إل درانه الدنيا ده إسكي إلى أي أضع شيخه بتشيزن هاي ده إسكي نمش حالة ديسية وحي واقع بسفيري مركز وقحن وصدي ننعبد الزهد نواها بيتك مركز سقع إسكالها. الخطيب البغدادي في التاريخ كشي غي قصة إيو إنو إمحو أبيها قنا وكشي في الشعب تضبكم صدح بقول إيه صدح رقم كأبو كشي إنتا كلية مركو يري هدن المبارك وأهاي فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج ومد فريدون أن نؤية نين المدى الدوغية نين مراضي النقدية قلبك كلاها الله حقيقة كلاها الله وعشي وإلى يقانين هدي بأبو عثمان أبو عثمان الحيري بو هلك هتاقين هاي أنك محنن مدابة إلى هذه. قال الرابعة العدوية وحيد جري ومد شامية وضم متأخرة مد هراء بصرية جرت تيب بصرية دوي رابعة العدوية الرابعة بنت إسماعيل أم الخير يوم عمر بوال إلى هذا. قال الرابعة وحي تجري للحسن البصري كنت تجري هذا البيت بيت كاسي وشيكتي بيت كاسي رابعة وكدم به لكن بيت الله معنا أوي بيت كان يا أبو عثمان الحيري أسقى إسكالي أسقى ليمت أسقى إن شيء سده أي وداده الشيء وحد عكده لكن ويدكون وذاتك تمثلي أو بيتك كسيه الرينا ويدع كرتاه. قال رابعة العدوية لحسن البصري وحيكوش كتري هذا البيت أتري سي صوتك وانا يصنع زاهد عابد وهو عالم ومحدث حقنا غزاء مجاهدة حسن البصري وذكرنا إنسان. فأجاب الحسن البصري وجا إلى رابعة كجيري خذي بعلمي ولا تنظري إلى عملي ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري ساسو كويري وسؤال ويتقارنه وعيد وعمل علمي الراعي عملك الراعي بعلوم إلى ذنب عمل الدهان.
خذي عمل إذن بيت كان دمبي كاهر وايدين شيء بيت كان دمبي وحلوتي يا خيبنا أحمد خيبنا أحمد الفراهيدي باسكله كتب اللغة والأدب ساس الشيخين كتب زود والرقائق ناس فيها من عيونة أطيريا مركا خليل بن أحمد بابيت كان لوتيريا وذا دنا ابن عيينة أطيريا لما لها حسن البصري الغزالي بأطيري وارقتان خذي بعلمي علمي قاوة قبريا هاي ولا تنظريها إلى عمل دقن كافرين علمي قاوة ينفعك علمي علمك يا وحكترها هي ولا يضرك كدي بمايو ولا يضرك كدي بمايو تقصيري أنا جبوت فلك هي جابن تيدا وحدن بين قال أنا خسيا لكن علمك سافجا كفى إذا يسوع إبراهيم النخع يتقرن سنين كتابع القصص كهاي فقيها هاي محدد كها واجد نبود يدين ومد وانيه وعديه حجر الليل صدح آيادات أم مرقى أم دهور استاجن راح وشيكتي صدح آيادات بيجا صور بحبوري كدي من وعدك يبوان سكتوا شنيا آيات كوبان أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم آيات الله بعد لما تقول ما لا تفعلون كبر مقت عند الله آيات صدحات وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه صدح ذا آيادات بالفقون قشيقون نقضوا يدي مرك وعدك فرحك قاضي مجالس مفرزين جري فقه وكويري ودي ما قدر كينو والي واقع دمك صدح العياد ما نكبق وما كانوا استيريحين هيا أي عقبتا دو مركز قوينتها وقلبها وضنقان ايو باي عياده كتابان ايا لكن مركز عيلين قتاي عيادنا كريم ايسو إمام مالك با مالي مال ما كبدا السؤال له ويدي كما في تراجمه سؤال شبك جوابي ننلف ديه وحوري يا أبا عبد الله وأنت لا تفعل ذلك بوري موت وذا ده نندي بالواي ماي وذا ده نندي بوس كده بتاعه والله طبعا دي امتحان وفتنة لما واي عام عامي بسؤال ويدي إمامك وجواب سيدا يا الوحى أنا ما سمين كرت بكوري من ذا فديا وحوري يا أبا عبد الله أضوا مي شدة محاطمة أورنيس مالقوا أمزي حوري يا ابن أخي ليس في الشر قدوة هذه صراحة نزه هذا السلف والله يا بس ورمحا قال لي قرما دي عرقتين مرن مالك ما بقى لي يا ابن أخي ليس في الشر قدوة ورأذر حمان الله اسكي قمت ضيدول أنو هذا الحمان سيمحا ما دو ضينيس وراقبان فري أضون حمان دي اسكي قال لي حو خير بالله اسكي قد ضيداي شر الله اسكي قمت ضيدو حتى واحد لقيا مالكون متأول هاي وحصو شر أرك أرضي وشرب هاي بالغيا بقى لكن مرن كوس كدي ذي بقى مربي بها مالك نينك سنة لنا ولا هذا إذا يا أخلاق رقن وناك بالو يقتل من أنجري هاد بوتا برجري أرض ديس نين صوم مري أنك أفل حين اللي مشي مالك رحمة الله تعالى دي بآخر تاريخ ديس وده دوح بوديرا زود بوديرا إيه هدي صمت بوديرا صادرت السوريون تمركي مرأي مسألة وحيد هذا المذاهب لا تؤخذ من أفعال المجتهدين لأنك مجتهد كمذهب كيسا لغا مقاطة فل كيسا فعل كيسا قول كيسا لغا قادنية وذا دفاع واجر أن ندري هذا هو لغا قادن كرائلة لكن الراجح مذهب العالم إنما يؤخذ من قوله وفتواه عمل قوية فعلك وحقلي كرا خطا باقلا سكت باقلا اسمه زيت باقلا تأول باقلا وحاقلا هذه معصية بقشوه وذاتكم معصومة وبخلطة مكرا مركا مدعي هاوشان ايادا علمي وحا الله برانا وان لغو رقمه هذه وذاتك علمي وكو رقمه انه علمي سان قادان انه عمل كيسو حنا قوخو سيمجره أديك مرك عالم كعلمي أن كل قمينينا ليه ميس ما دام أنا كل قمينين أمضى وحشي ما يوانا كفر مواجب كصارم دل عين يفول حمض بعن وين علمي وكل قم ويدو لكن أمضى إن علمي كفر ويدو خير كفر وحماة كريب ويدو أضواد حماة لوب النقطي وادم باللباب أتأمر الناس اللي ما تقولون مكين هيا
إن الله وحمانه وسكو درسته إن الله خير كفارين حمين هذا كريم حق النعات صاميس لسكو در ماي لكن سيدي ورا سوام لغن كاد يونس وافقان هي قول كذا أفكار يا ريقاد يا الدين كذا ونس وافقان باسع ورقن أنبياء الرسل وعلماء هذه سأدعى فدود فندودو ومضى خير كفر لعل الله ومضى قوان فعب لك يا باي حور غزالي وهذا القدر كاف وهذا القدر قدر كان صقع عن صوت شجني كاف وكف لي هاي في فضيلة العلم والعلماء علم فضلك يصير علماء فضلك هذا إن الغم وجل وعدي أنت إنه صوت شجني ويكف لنت هاي والعلا عف في مثل هذا المختصر كتاب كان يركل صوق وبوكله وقدر كف لهم والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.